السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرف انه صار لي زمان ما طليت عليكم، وبعرف انكم كتير اشتقتوا لي، فاسمحوا لي بالاشارة لموضوع شخصي. يعني بتجي وسائل او بعض وسائل الاعلام المغرضة ووسائل التواصل الالكتروني وبتحكي عن خبر وفاتي، يعني وهيدا الخبر مش مزبوط وهيني قدامكن حيا أرزق. ومرة بيقولوا صابته للسيد حسن جلطة دماغية، ومرة بيقولوا سكتة قلبية، ومرة مش عارف شو هو الحقيقة. يعني الوضع بيجلط وبيخلي المخ يزمر، بس الحمد لله هيني قدامكن ما في شي من كل هالموضوع. بس الحقيقة هو في، يعني بصراحة يعني كنت مقرب شوي ولقيت الحل المناسب لهيدا الموضوع، واللي هو الوصفة السحرية يلي رح علمكن عليها وأعطيكن إياها هلا، واللي هي الليموناضة. يعني مثل ما بتعرفوا لما يكون الواحد مقرب بيكون بحاجة لشوية ليمون، لشوية برتقان، لشوية قصص لحتى تصير أموره بخير. أعلمكم طريقة التحضير. أول شغلة بنمسك البرتقانة هيك بهالشكل هيدا وبنحطها بالصحن وبنفرمها هيك. هلا هو المفروض يكون في بعض الشباب من المقاومة يعني يجوا يعملوا لي الليموناضة، بس مثل ما الكل بيعرف إنه الشباب كلهم بسوريا موزعين ما شاء الله عليهم، يعني بالجهاد وبساحات الجهاد، وعم بيحرروا كل يوم حواجز، عم بيحرروا قد ما بدكم، يعني كل سوريا حيحرروها ان شاء الله مثل ما بتعرفوا. فمضطر اعتمد على نفسي بهالموضوع. يعني نرجع بنمسك الليمونة او الحامضة وكمان بنفرمها هيك بالنص بالنص، يعني مش انه على جنب. ومنجيب عصارة الليمون ومنبلش نعصر الليمون والبرتقال. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 وبنعصر وبنعصر وبنعصر. ركزوا معي، يعني العملية شوي معقدة بس انه المفروض انه تركزوا. كل واحد يحط قدامه ورقة وقلم لحتى يكتب طريقة التحضير. وبنعصر. هلأ بالإشارة لموضوع البرتقان، يعني يا جماعة بصراحة حاسس قلبي معصور مثل هالبرتقانة، كتير عم بتعصور، كتير مقهور وحزين كتير قد ما بتتصور. إذا بتسألوني ليه حخبركن، يعني بصراحة صرت متمني لو شي حدا يرجع يناديلي سماحة السيد حسن نصالله. كل يوم بيطلعولي باسم جديد وبيطلعولي بقصة جديدة، مرة حسن زميرة، مرة عكروت بيروت، مرة مش عارف شو. وأنا بصراحة يعني حاسس هيبتي ما بعرف يعني، بس إن شاء الله حترجع، أكيد حترجع. هلأ هيك بيكون الليموناضة صارت تقريبا جاهزة، بس أنا بصراحة حاسس ناقصة بعد شي، يعني يا شباب حاسس ناقص بعد شي. هيدي موزة، ميرسي يا خيي. بعد ناقصة موز، يعني بتعطيها شوية نكهة. بس هالموزة كيف خيي، كيف بتعصرها هيدي هون؟ أولاك هيك بتنعصر، بس يعني مش حلوة قدام الأخوة المشاهدين، خليها لبعدين. عكلن فيكن تحطوا الموزة مش مشكل. هلأ هيك صارت الليموناضة جاهزة، وصار فيكن تصبوها بالكاسة، وفيكن وانتو عم تشربوا هيدا الليموناضة تحضروا انتصارات جيش المقاومة والمقاومة بسوريا وبكل أنحاء سوريا عبر شاشات التلفزة، تلفزيون المنار والإنترنت والتويتر، وتشربوا الليموناضة وتنبسطوا وانتو عم تتفرجوا على انتصارات
المقاومة، وصحتين وهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.